السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. الموضوع ديالنا اليوم هو غنشوفوا شنو اللي كيعجبك في بلاية وشنو اللي ما كيعجبكش في بلاية. شنو بنادم كيشوه بلاية؟ عاوز نعرف اخي، تشابوله وجميله. والله كانت مزيونه شويش بالحق، شي حاجه باش ما نقول لك ابراهيم اخي الازبل. الدنيا ماشي نقيه بزاف، بنادم كياكل كيهرق كينوض في حاله، فهمتي؟ دابا شنو مخبركم واحد الحاجه، كيقولوا طنجة ما كيبحروش في بلاية، شنو الراي ديالكم فيها؟ خوا راك سما هذه هي ازمه هاد الساعه هذه. اللي ما كيعجبنيش هما كيجيو شي قماقين ما خصهمش يجيو كاع. داكشي كتي مظهر خايب للناس اخرين، يعني اللي كيجيو السياح كذا، فهمتي؟ كيديو نظره خايبه على لا بلاية، بالعكس شي واحد جا براني خصنا نرحبوا به، هما كيجيو بقاو يسرقوا من هذا. خو ديري تبارك الله. الله يعزك ابراهيم ومرحبا بكم عندنا هنا يا خي ابراهيم. الله يعزك. اليوم تبارك الله اليوم بلاية عمر. لا الدنيا عامرة بنادم ياك يا تبارك الله، بدات كتدخل الحركة. دابا بما ان انت دائما هنايا، شنو اللي الحاجة اللي كتعجبك في بلاية والحاجة اللي ما كتعجبكش؟ اللي كتعجبني في هاد بلاية هي بلاية عندنا واعرة والدنيا واعرة. شنو هنايا بنادم الشامر كيقول بلاية ما ولاتش ماشي نقية، كنقولوا الخبزين مع الناس الداخلية من الاخر اخويا. بنادم ديالنا شنو عارف كيطلع عايد، شنو بنادم كيشوه بلاية؟ عاوز نعرف اخويا، تشابوله وجميله. كيجيو كيعملوا لنا صابانه هنايا، هذيك غنقولوا شوف دايز كيزيدوا الارض. غنقولوا الله يكون في العون كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. بالحق بنادم كيجي يعمل صابانه اخويا ابراهيم، كي بنادم كيدوز مننا كيزيدوا قيامه ارض تقولوا هنايا ماشي بلاية. حنايا في بلاية يعني ساكنين هنا فوقي، يعني ما يبوتش معاك كوكوت. جيت تجبر اخر عنده اربع دعوه ولا خمسه دعوه ما يقدرش يراه. عمل له بوكاديو في الدار وجيبوا له من اخا هو كيجيو السياح كيجيو كذا كيدي واحد النظره لنا مقاو داك كوكوت طيبه في الدار. ومرحبا بالجامع، ماشي كنقولوا زعما ما تجيبش، اجي نقي راسك بلاصه ديالك نقيها، ما تكونش بحالك جمع الزبل ديالك. هذه احسن حاجه. لاحظنا اليوم ملي جينا في العشيه جبرنا لك كلشي كيخلي الميكات ديالو، واو كلشي كيخلي زعما الصابله كتهز الميكه حاشاك حتى ديك الترولات اللي لعبوا صغارين. بنادم كان كينقي راسو بلاصته مزيانه، تبقى بلاصه مزيانه كنتي كتخايبها. كنجيو نفرشو خصنا كنبقى نجمعوا الزبل، كنبقى نقربوا الطاروات الزبل حدانا، جوج طاروات الزبل كنعمروهم بلان بالزبل. عاونوا حس النظافه كي هنايا بحق وسط بلايا راه فينا تيجي. هاودنا هنا التالي جمع، ماشي طلع من الرمله والتراسه جمع، زوقني من برا وخليني داخل. هاود داخل شوف الرمله شني فيها. عاد بنادم يوميا كيجي خصو بحر ينقي، فهمت؟ بحر نقولوا داخل كينقي راسه برا، خصو بنادم ينقي اخي ابراهيم. خاودي لي تبارك الله عليك. راني كنتينا خويا مزيان الله يرحمك. الحمد لله باين دوزتي لي من النهار مضخم. الحمد لله ابراهيم اخي الحمد لله. ضخمة الدنيا بنادم ناقص شويات، الجو مزيون وحنا ريحنا، دابا نتحركوا في حالنا ان شاء الله. غنقول لك اليوم بلاية كيفاش كانت؟ بلاية كانت مزيونة شويش بالحق، شي حاجة باش ما نقول لك ابراهيم اخي الازبل. الدنيا ماشي نقية بزاف، بنادم كياكل كيهرق كينوض في حاله، فهمتي؟ نظافة ناقصة شويش. يعني غنقولوا شي واحد جا مع ماكلة ولا شي حاجة ملي يسالي يدي مع الزبل. يديها مع الخوا ولا سميتو ينزلها في موطع ديال الزبل، الدنيا نقية بحال نقي، حق بنادم، فهمتي؟ شنو اللي ما عجبكش؟ عاد اللي قلت لك دابا، يعني من ناحيه الزبل ومن ناحيه الزبل و شويه بسالة مثلا. الدراري هنايا صليبين شي حاجه، شكون جالس كيشعطيك بالون، فهمتي؟ هذا ما كان ابراهيم اخ. سي محمد تبارك الله عليك، من جيتي؟ من فاس اخويا. جيتي من فاس؟ تبارك الله. كيفاش جيتوا كاملين بكم؟ شحال بكم هنا؟ هنا خمسه بيك. خمسه بيك؟ كيفاش جاكم بحر بلاية هنا؟ لا زوين زوين تبارك الله. شنو اللي عجبك هنا؟ شنو باش مزيو؟ الاجواء يا اجواء صافي الاجواء هي اللي عجباتك. وشي حاجه اللي ما عجباتكش؟ شي حاجه ما عجباتكش؟ ولحد الان كلشي مزيان. دوز النار ديالكم مضخم بان. انا كنقرب عندك قلت لنا كسره بس. ولا حاط الميكرو قريب بزاف. يا دابا انتم كاملين حومه وحده. اخر حومه جيتوا؟ لا العوام جينا خاو. اسم العوام. دوزتوا اليوم النهار ديالكم كامل هنا؟ نهار كامل دوزنا هنا خاو. دابا شنو مخبركم واحد الحاجه، كيقولوا طنجة ما كيبحروش في بلاية، شنو الراي ديالكم فيها؟ خوا راك سما هذه هي ازمه هاد الساعه هذه. ناك تجمعوا بعض تسكن كساو او تسوق ترامبيا ولا في التاكسي؟ لا ودنا في التاكسي هنا. او تسوق التاكسي؟ جينا مفرقين في التاكسي اخا. مع بعض تسكن؟ كيفاش دابا بلاية؟ كيفاش جاكم اليوم الماء؟ كيفاش جاتكم الدنيا واش نقية؟ خانزة خوا والله يا مره خانزة. الدنيا خوا غزالة هنايا والله مانو، فهمتي؟ خصو بنادم ما يدخلش ويبقى سينا راك عارف شنو غامر براسو. سينا فهمتي يا مانو، ما الدنيا غزاله ما زويونين اخاويول.
انت اللي بغى يبحر مرحبا بي عندنا في الشمال امام يعني دو السونار ديالكم من دار داخل شني لا غدا لا والو الجوع زين عارفني صافي الخبز قال لي انت مدرسيه كما ابراهيم كاس النهار مدخر مبحرين ومناشطين الحمد لله خير ابراهيم تبارك الله عليكم الصحه والله كيعجبني فيها الروح لهاد البلايه هادي مزيانه كل شيء كيهبط لها اللي عنده واللي ما عندوش كيهبط لهنايا كل شيء كيهبط يتبحر درويش مرحبا حبي زين عامل اليوم النهار مضخم اليوم هاد النهار بلان هاد النهار داز مشمس الحمد لله التجاره شي شويه والله يعاونك الله يجعلك تتحرك ان شاء الله ان شاء الله حنايا تبارك الله الله يكبر بك راه شنو اللي كيعجبك بلايا وشنو اللي ما كيعجبكش في بلايا اللي ما كيعجبنيش هما كيجيو شي قماقين ما خصهمش يجيو كاع ما خصهمش يجيو لهنا كاع ما كيجيو يشفروا في السيكان يجيو يديو عباد الله يرزقهم فهمتي هادشي ما كنشوفوه ما كيعجبناش والله هضرتي تسمى قبيح يعني الواحد كيحاول ما امكن كيشوف وكيسكس وصافي تبقى تشوفو ما كيعجبكش داكشي وكتبقى ساكت ما عندك ما دير لا درتي شي حاجه ما تبقاش نساوتي مدبر على راسك كتصدق في شي مشكل خاو ديالي تبارك الله الا حفتك المرضي تبارك الله بلاي عمرت ايوا شويه وصافي اخويا عاد هاد النهار هذا عاد شي شويه عمرت ما هاد الايام اللي دازت كانت القضيه واقفه فهمتي هاد النهار عاد شي شويه تروجت القضيه مع دابا نسقسك دابا نسينا شنو عندك في هذا المشروع هذا البركه وصافي كنديروا بطيطه مسلوقه البيضات ساندويتش الفاسي وصافي وشحال الثمن ديالو الثمن ديالو مع الدراويش عندك تاكل ما عندكش تاكل ما عندناش المشكل 6 دراهم 5 دراهم 8 دراهم اللي يبغى ما عندكش تاكل يعني اي واحد دابا 5 دراهم سيدا ان يقدر ياكل شنو عندك تما شنو عندك البيض البطاطا كتشوف مرتديلا مرتديلا الفرماج اي حاجه كاين كلشي كاين تبارك الله عليك كنجي نقول دابا شنو كيعجبك في بلايا وشنو ما كيعجبكش في بلايا حيت دابا كتقيل هنا البلايا كتعجبني باش كتعجبني بالناس كاين فيهم وفيهم كاين اللي كيهضروا مع ولادهم فهمتني كيغوتوا عليهم خليكم حدانا كيخافوا عليهم كاين اللي كيتلقاو ولادهم صافي ما كيبقاو هنايا كيلعبوا كيضربونا بسميتو بالرمله الاجواء راك عارف الناس كيرميو الزبل في الارض ما كيجمعوش هذه باش ما كتعجبناش حنا هاد البلايات يعني الرجال النظافه هما اللي كيضربوا سماره مساء الرجال النظافه مساكن كيقيلونا غاديين جايين كيجمعوا مساكن في الزبل خو ديري تبارك الله الله يبارك فيك واش جيتي معاد طلنا صباح راه جيتي نتينا هاي العاد وصلنا لها ياك اخي جيتو في التاكسي في ترامبيه جينا في ترامبيه لها دابا جيتو باسيو ولا جيتو صباحو لا جينا اي باسيو جيتي باسي دابا غنسقسي كنقول لك كيفاش كتجيك بلاي بلاي الخاوه مضخمه اخي خصنا كنطالبوا من الزوار اللي كيجيو يحافظوا على النظافه هو دمك شنو نقول لك بالنسبه للجو بلايا مناسبه على حساب كنجي مع العائله انا كنكون مره مع العائله على حساب الدراري الصغار راك عارف فهمتي بحر نقي وماشي غريق على حساب العوم باش ما كيعوموا اللي كيعوموا ما كتخافش عليهم فهمتي بالنسبه للبحر عائلي الصراحه واش هي الحاجه اللي ما كتعجبكش في بلايا الحاجه ما كتعجبش بلايا بالنسبه لك الناس اللي كيكونوا اللباس ديالهم ماشي محترم على حساب العائله راك عارف كتكون اللباس ما محترمش وبالنسبه عاوتاني للشباب اللي كيتصارعوا على العائلات راك عارف تبارك الله الله يعطيك الخير خاو ديري تبارك الله لا حفظك لك مرحبا بكم في طنجة بعدا الوالدين اخويا من جيتو من فاس تبارك الله دريت فاس موجودين هنا راه تلاقيتهم بهم عندنا واحد البطوله هنايا في طنجة بطوله المغرب ديال التيكواندو مرحبا بكم كوني الدراري ديال الرياض الدراري ديال الرياض دوزيام بطل المغرب تبارك الله عليك شرف كبير نتلاقاو معك اليوم لا حفظ بكم اول مره جيتينا البحر هذا ولا سبق لك جيتي لا هذا كنا جينا له ولكن مشينا ديجا البحر ناضيين على هذا داك اشقار اليوم صعدت السوق وصار الدروج هادي هذا احسن هنا قريب المحطه اصلا كيفاش جاتكم الاجواء؟ اجواء كتشوف داك الشيء مدن الامور مزيانه الحمد لله مزيانه الحمد لله تبارك الله يرحمك بسلام شملحة وماوت بني مكان دري بني مكان خو ديري كيفاش جاتك اليوم بلاي؟ اخاو الصيفيه هذه ماشي بحال الصيفيات كامل فهمت الصيفيه مقتوله جات مع العيد كدا يعني الناس يعني فهمت كاين اللي سافر كاين اللي بوبري مأزم حاول يسالف الدراهم 7000 درهم الله يحسن العوان يعني بلايا قالوا لي الدراري عاد عمر سليمه شويه اليوم هذا نقدر نقول لك هو اول نهار يعني يلا تحركت يعني الله يحسن العوان بيا وشرايه الدراري صغار الناس الباراسوليس دابا غنسقسيك انت هنا غادي نقول لك كيفاش كتجيك بلايا وشنو اللي كيعجبك شنو اللي ما كيعجبكش واش نقول لك بلايا يعني كتلاقينا مع الحباب والعائله والناس الحومه شنو هي كاينين شي ناس يعني كيوسخوها يعني كيعاودوا يسرقوا وكيبقاو هنايا ويسيبوا كواغات الزبال يعني داكشي كتي مظهر خايب للناس اخرين يعني اللي كيجي السياح كذا فهمتي كيديو نظره خايبه على البلايا بالعكس شي واحد جا برا يعني خصنا نرحبوا بهم وما كيجيو بقاو يسرقوا من هذا الله يرزق الصبر والسلام تبارك الله الله يرحم بها فرحان اليوم
شنو اللي عجبكم في بلايا وشنو شنو الحاجه اللي عجبتكم بزاف؟ البحر والشكل والتمغ نلعبوا بالتنس والكره. يعني فواش اليوم شمن حاوم ما كتسكن في مكادا؟ تبارك الله. اجي واش نجحتي ولا سقطتي؟ نجحت. نسينا تأنا يوم مش سايدين. تبارك الله عليكم. يعني عجبكم بلايا فوقاش جيتوا اليوم؟ ديما جينا مع ديك الجوج ولا الوحده وما ساخينش تمشيو بحالكم ايدا؟ لا لا باقي خصنا نطحن. يا صحتكم وراحتكم. تبارك الله عليكم. كما شفتوا كانت هذه الاجواء في بلايا وانتم كيفاش كتجيكم بلايا خليوها في التعليق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.